لو جيد أن نتحدث حول هذا الداء بداية، لو تشرح لنا يعني هذا الداء وسبب انتشاره في هذا الوقت. أول شيء هو مرض الحمى القلاعية، هو مرض فيروسي غير قاتل غالبا لكنه معدي جدا. الآن وزارة الفلاحة حول التنمية الريفية قامت باحتياطات على مستوى جميع الولايات وعلى مستوى التراب الوطني، وهذا لانتشار المرض على مستوى الدولة المجاورة وهي تونس. لحد الآن هناك أخذ عينات من مختلف المزارع التي كانت فيها اشتباه بإصابة بحالات للحمى القلاعية، التي ليس هناك تأكيد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على أنه المرض موجود في الجزائر. هناك بعض الأعراض اشتباه فيها في على أنها حمى قلاعية، قد تمت أخذ العينات والتحاليل لكن لم يصدر الآن عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أي بيان رسمي يشير على أنه موجود الحمى القلاعية في الجزائر. الحمى القلاعية هو من الأمراض التي تصيب الحيوان بالدرجة الأولى، هو ضعيف جدا في إصابته الإنسان وليس له علاقة بالإنسان، فيكون يعني هناك مست المواشي الأبقار. هناك بعض الأعراض التي مثل وبدرجة أولى مثل الأبقار أكثر شيء، لكن هناك بعض الأعراض التي شوهدت على ولوحظت على مستوى المواشي، لذلك هناك الاحترازات التي قامت بها وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه وايضا اخذ العينات للتاكد من هل هو هذا الفيروس ام هو مرض اخر. طيب، يعني تم اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازيه من طرف الولايات المعنيه، منها ولايه ميلا، لغلق الاسواق من اجل حصر هذا الداء، وايضا فيما يخص انشاء حواجز بيطريه يعني في حال تنقلها من ولايه الى ولايه. ولايات الجمهورية أخذوا احترازات صحية، وذلك بناء على التقارير التي أصدرت من مديريات الفلاحة على مستوى وأطباء البيطرة ومفتشيات البيطرة على مستوى الولاية بضرورة غلق الأسواق ومنع تنقل الماشية إلا بترخيص صحي من الطبيب البيطري حتى نضمن عدم انتقال العدوى الفيروس إن وجدت في إن أكدت تواجدها على مستوى ولايات الجمهورية، وهذا لحصر الفيروس في منطقة معينة وعدم انتقاله من منطقة إلى أخرى، لأنه فيروس ليس معدي للإنسان ولكن يسبب خسائر اقتصادية كبيرة جدا من خلال رؤوس الأبقار التي ممكن أن نفقدها في هذه الحالة. طيب، ما هي النصائح التي توجهونها سواء للموالين أو حتى للمستهلكين، لأن المستهلك اليوم ربما يتخوف من شراء خاصة لحوم البقر؟ أول شيء لازم الفلاحين يعرفوا أنه بعض الأعراض التي توجد على مستوى على البقرة وعلى الأبقار بصفة عامة هي حمى، قيء، هناك فقاقيع صغيرة على مستوى الفم والشفتين، هناك فقد وهزل للحيوان وفقدانه لوزنه، نقص الإدرار الحليب. وهنا لازم نأكدوا للمستهلك الجزائري أنه الفيروس يموت مع طهي اللحوم ومع غلي الحليب، لكن يجب على المستهلك الجزائري أن يشتري اللحوم والحليب من القصابات ومن الأماكن المعتمدة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، في المواطن الجزائري ما عنده حتى تخوف من هذا المرض، فقط هو الفلاح هو اللي غادي يتأثر بصفة كبيرة إذا وجد هذا المرض وكان عم يسوي المشي، لأنه الفقدان نتاع الأبقار نتاعو هو اللي غادي يسبب خسارة كبيرة بالنسبة للفلاحين، خصوصا أنه طبيعة الفيروس الحمى القلاعية أنه ينشط مع درجة حرارة منخفضة، ويمكن أن الفيروس يحيا في التربة لمدة 6 أشهر أو أكثر. لهذا ننصح الفلاحين من تواخي ومربين من تواخي الحيطة والحذر من خلال التعامل مع الحمى القلاعية. أيضا إذا كان وجد هذا المرض وكانت الأبقار مصابة، فإن الوقاية من الحمى القلاعية تتطلب علينا أننا نتخلص من بقايا الحيوانات أو الفضلات بالحرق، وعدم إدخال حيوانات جديدة في الإسطبل أو في المحمية ديال هذا الفلاح. وأيضا تواصل معكم أنتم كبياطرة من أجل إجراءات استباقية. نعم، بطبيعه الحال توضع الحيوانات المصابه في معزل عن الحيوانات السليمه،
الاتصال بالطبيب البيطري على الفور لتأكيد الحالة أو نسيها مع أخذ العينات إلى المخابر الجهوية للجمهورية. هذه أهم النصائح التي نوصي بها الفلاحين لتفادي وحصر الفيروس إذا تأكد وجوده بالجزائر. شكرا لك سيد محمد الأمين نشار رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين، شكرا جزيلا لك. والآن نصل